السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده، النهارده هنعمل مع بعض جناش الشوكولاته او صوص الشوكولاته بطريقه سهله وبسيطه جدا لتزيين الترت او الجاتوهات او اي حلويات عندك ينفع تتزين بصوص الشوكولاته. هنا كمان هنعمله على البارد، مش هنعمله على النار ابدا. هنا كمان زي ما انتم شايفين كنت زينت بيه الجاتوه كده، حبيت ان انا اوريه لكم علشان تشوفوا النتيجه في النهايه كانت عامله ازاي. طبعا الفيديو اللي قبل ده، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تعمل لايك للقناة، اللايك للفيديو والاشتراك في القناة لو انتي اول مرة تشوف القناة عندي. هنا حبيبي انا جبت نص كوباية من الكاكاو، يفضل كمان الكاكاو اللي انت تستخدميه يكون نوع كاكاو حلو. النوع اللي انا مستخدماه ده كاكاو اسباني، بيفرق معاكي طبعا في الطعم جدا. مش شرط يعني يكون نوع اي حاجه، بس اهم حاجه انك انت تكوني جايبه نوع نظيف علشان يكون طعمه حلو في صوص الشوكولاته، وكمان لما تعملي تورته يكون طعمه حلو معاكي. هنا كمان معايا نص كوبايه من السكر اللي هو العادي، وكمان معايا نص كوبايه من الزيت، يفضل الزيت ده تكوني حطاه في الثلاجه من قبلها علشان الصوص الشوكولاته او الجناش الشوكولاته يربط معاكي بسرعه. هنا كمان معايا نص كوبايه من اللبن او من الحليب، وبرده يفضل ان هي تكون في قلب الثلاجه. وكمان حاجه اضافيه عليهم اختياري، لو انت حابه تحطيها حطيه، مش حابه خلاص، اللي هو ايه، كيس الفانيليا. هنحط عليه كيس من الفانيليا، بجد بتفرق معاكي في الريحه بتاعته وفي طعمه كمان. هنا بقى دلوقتي هنبتدي دلوقتي ان نحضره مع بعض هنا كده. فهجيب الخلاط وهحط عليه، هحط فيه طبعا الاول كوبايه اللبن علشان خاطر الخلاط يمشي معاكي بسهوله يعني. وبعدين هحط كمان نص كوبايه الزيت، وكمان هحط عليه نص كوباية الكاكاو. كل حاجة انا قايلها عليها يا جماعة نص، مفيش اي حاجة يعني غير كله انصاص. وكمان اخر حاجة السكر هنا بقى دلوقتي، وكمان هحط كيس الفانيليا. هنا بقى دلوقتي هبتدي ان انا اضربهم كده في الخلاط لحدات لما يتقلوا معايا. لما تحسي ان هو تقل معاكي كده تقومي قافلة عليه الخلاط، بقى هو كده ما عادش عاوز اي حاجة خالص. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، اهو ما شاء الله، شوفوا بقى تقيل ازاي وعامل ازاي. طبعا كل ما بيقعد معاكي كل ما بيتقل معاكي بزيادة. طبعا كمان يفضل بقى كمان لو انت هتعمليه للتورت او للجاتوهات او الحاجات من دي، يفضل تعمليه من قبلها وتسيبيه في قلب التلاجة، هتلاقيه معاكي زي الفل. كمان ينفع تحطيه في قلب الفريزر عندك، بس طبعا لازم تحطيه في قلب في علبة يكون مغلقة كويس علشان خاطر طبعا ما يلقطش اي روايح من الفريزر وريحته ما تبقاش حلوة. بس كده حبايبي، ده كان الفيديو بتاع الشوكولاتة. يا رب يكون الفيديو عجبكو. ما تنسوش بقى اللايك للفيديو والاشتراك في القناة لو انتي اول مرة تشوف القناة عندي. واشوفكوا الفيديو الجاي يا حبايب قلبي، ومع السلامة.